بنكمل معاكم شهادات الأطفال المصريين وبأسف تاني دي الأماكن يعني اللي تمكننا من التصوير معاهم، بالإضافة كمان أنه انتقلنا من حالة النهار إلى حالة الليل، لكن اللي يهمنا المعلومات اللي بيقولوها، والأهم من ذلك الإجابة على التساؤلات اللي ما زلنا مصممين على توجيهها للأباء. كيف تدفعون بأطفالكم إلى الموت بهذا الشكل؟ سماسرة الموت تاجرتم بكل شيء، يعني حتى الأطفال، حتى الأطفال تتاجرون فيهم أيضا لجهات الدولة الغائبة عن هذا الملف المهم والخطير اللي بيتزايد بشكل كبير. أحمد علي أيضا من الأطفال المصريين جاء إلى هنا وعنده 16 سنة ونصف، وأحمد من منوفية، أحمد مش كده؟ طيب أحمد قول لي نفس الوضع، يعني أنت كنت في سنة كام؟ فولا دبلوم، يعني كنت بتعلم. أيوه. ايه اللي خلاك كده تقول لا انا عايز اسافر وعايز اروح ايطاليا؟ انا كان نفسي اسافر وكده، كانش في شغل في مصر وكده. ما هو شغل، انت طفل لسه. ماشي، انا كنت في الدبلوم، كنت بشتغل وانا في المدرسه عادي. كنت عايز اجي هنا عشان اعمل فلوس واشتغل. طيب دفعت كام؟ 25. بياخدها سمسار المود ده. والدك حالته ميسورة ولا استلف وباع حاجات عشان يوفر 25,000؟ لا، أنا والدي متوفي. والدك متوفي. والبيت عندك ما يعني استلفوا عشان يجيبوا لك 25,000؟ أيوه. عندك إخوات تانيين؟ عنده أخ أصغر مني. أنت الكبير. أيوه. طيب أحمد بتطلع رحلة اتفقنا على تسميتها رحلة موت. وبتدفع 25,000. ما حطتش في ذهنك كده انه في ناس ماتت وانا ممكن ما اوصلش لشواطئ ايطاليا واموت؟ ايوه كنت عارف، بس عادي، انا لو تخلي على الله. يعني انت طالع وحطت احتمال الحياة لموت لعيش واحتمال الموت. بس طبعا يعني نسبة الموت في دماغك اكبر. ايوه. طب الى الحد ده مش حاسس انه الحياة لها قيمة ويجب ان احنا لا نفرط فيها بهذا الشكل؟ مش ملكنا يعني الحياة اللي وهبنا الله سبحانه وتعالى اياها، يعني هل كان سهلا بالنسبة لك كده؟ لا، ما كانش سهل، بس انا قلت اجرب بقى وكل على الله، نعيش نموت. طيب طلعت نفس الرحلة اللي اتكلم عنها زملائك، خدوك منين وقعدت كام يوم في البحر؟ خدونا من عندنا من البلد وروحنا اسكندرية، تخزننا في اتوبيس. تخزنتوا 3 ايام؟ نيموكوا في اتوبيس 3 ايام؟ ايوه، كنا يجي 90 واحد في الاتوبيس، ما بننامش، كلنا قاعدين على بعض لغاية ما يجهزوا المركب. ايوه، كنا كل يوم بنروح ونرجع، بقول لك عشان الحكومة وكده، يقولوا لنا تركب النهارده ونروح ونرجع. طيب كم بعد كده بدأتوا طلعتوا كم واحد في المركب؟ احنا لما رحنا الاول كله نزل من الاتوبيسات ومشينا جرينا شويه كده، وكان زراء صغير، كل كان بياخد 30 35 واحد. 30 35. وبعد كده بينقلوكوا المركب تاني اكبر؟ بعد كده نقلونا كلنا في لانش صغير برضه، قعدنا في 2 ساعة، وبعد كده اتنقلنا المركب كبير. في كام بقى واحد الكبير؟ كنا 400. حالة المركب الكبير ايه؟ احنا قعدنا في ديت يوم واحد، كنا زي 200 في الاول. في المركب، وانا هنوديكم للمركب الكبيرة اللي هتكمل بيكم. قعدنا فيها يوم، وبعد كده اتنقلنا للمركب الكبيرة، كان دي اللي فيها 400 اللي كملت بينا لإيطاليا. 400. ايوه. قعدتوا كام يوم في البحر؟ انا قعدت 8. في ناس ماتت قدامك؟ لا، المركب بتاعتنا ما فيش حد مات، بس كان في مركب كان فيها 150 كانت معانا، بس عطلت
وصلحناها، واحنا الصليب جلحنا وما فيش حد لحقهم، فغير كانوا معانا جنبنا انا وغيره. شفتوهم بيغاوا الدم؟ ايوه 150. ايوه شفتوهم كده بيموتوا قدامكم في البحر. ايوه وده يعني انتوا حظكم انه بتقول الصليب الاحمر انقذكم ولكن ما لحقهمش يعني. ايوه طيب بعد كده بتوصل لي ودوك لشواطئ ايطاليا. مبسوط بقى من حالك يعني في دلوقتي؟ يعني هل حاسس ان ده اللي انت كنت بتحلم بيه؟ نعم الحمد لله تمام، عيش عادي يعني. بياخدوك السلطات الايطالية زي زملائك كده في مأوى وبيعلموكوا وبيحتضنوكوا كأطفال يعني؟ ايوه. بس هل ده اللي انت كنت بتحلم بيه يا احمد؟ لا يعني احنا جينا لنا العيش هنا عادي يعني زي مصر يعني. طيب لما شفت المركب في بدايتها ما قلتش مش هينفع اركب، دي مركب موت وانا عايز ارجع؟ احنا كان نفسنا نرجع بس ما كانش ينفع ان احنا نرجع، ممنوع. ايوه هددوكوا بقى. ايوه أحمد علي 16 ونصف حينما جاء إلى هنا، دلوقتي بقى عنده 17 سنة، في حكم القانون هو طفل يعني، وهو يعني الكبير في الأسرة ومسافر، وكان يعلم إنه يعني إما يعيش أو يموت. مأساة الأطفال المصريين في إيطاليا ما زالت مستمرة، والتساؤلات اللي بنسألها أيضا ستظل مستمرة. هذه التساؤلات نحمل العائلات جزءا كبيرا من المسؤولية، إزاي يوافقوا يعني طفلك ضناك، كيف يمكن أنك تغامر به بهذا الشكل حتى لو كان هيرجع لك بعد كده بفلوس، لأنه ممكن ما يرجع لكش خالص. وحالات المتوفين والمفقودين تشهد بذلك. كمان الطفل بيبحث عن دفء البيت، ايه اللي يوديه لغياه بالمجهول بهذا الشكل. كمان سماسرة الموت، لماذا لا نتصدى لهم بشكل اكثر حزما؟ ده احنا امام منظومة بتخزن وبتودي مركب اولاني وبعدين تاني وبعدين تالت، منظومة فساد وقتل لأطفالنا ولشبابنا. أيضا لجهات الدولة، لماذا فشلت في مواجهة ومقاومة هذه الظاهرة، خاصة الأطفال، تحديدا الأطفال في عنق المجتمع، الأطفال ما اختاروش، ما لهمش حرية الاختيار، الأطفال أحباب الله كما أكدت يعني، وبالتالي هنا كان لابد انه التعامل مع قضيتهم يكون اكثر حسما وحسما.